أحييكم في اتجاهات حيث رأي الواحد خطأ ولو كان صوابا. محاكمة عادل إمام، هل تفتح ملفات المثقفين والفنانين والأدباء بحثا عن نص أو مشهد يتهم بأنه يسيء للإسلام؟ هل يبدأ عصر التنوير العربي مع الثورات أم ستعيدنا هذه الثورات إلى ظلمات أوروبا الوسطى؟ صعود الإسلام السياسي للحكم، هل سيترك الإبداع وشأنه أم سيقيده ويلغيه؟ أخيراً، هل ستضرم النيران في الشوارع العربية قريباً وتحرق بها الكتب ويحرق الفن وصانعيه وأهله أم أن في ذلك مبالغة؟ نوال السعداوي منع كتابها سقوط الإمام بعد 11 سنة على صدوره. المفكر الراحل ناصر حامد أبو زيد فصل من الجامعة وحكم عليه بالردة والفصل بينه وبين زوجته، وتوفي في المهجر بسبب كتابه تأويل النص الديني. الشيخ الأزهري علي عبد الرازق حكم بسبب كتابه أصول الحكم في الإسلام. الشاعر حلمي سالم كفر بسبب قصيدته شرفة ليلى مراد. المفكر سيد القمني كفر وهدد بالقتل حتى اعتذر عن أعماله ثم تراجع عن اعتذاره. صحيح أنها قضايا قديمة لا تتعلق بالإسلاميين اليوم، ولكنها تعبر عن هذا المناخ التكفيري في مصر، وهو مناخ متأصل كما كان يقول ناصر حامد أبو زيد. حتى كتاب تراثي مثل ألف ليلة وليلة حذفت منه المقاطع الجنسية، رغم أن أول طبعة منه غير منقحة صدرت في مصر في مطبعة بولاء، واليوم باتت مفقودة في مصر. أليست هذه جريمة في حق التراث؟ هذا الكتاب الذي ترجم إلى كل لغات العالم وبات أول نموذج تاريخي في العالم لفن السرد والقصص، هذه مجرد عينة من نماذج كثيرة حدثت وتحدث في مصر. أحييكم من جديد في اتجاهات. إذن الإبداع الفني اليوم في مصر تحديداً إلى مزيد من الحريات والانفتاح أم إلى مزيد من الانتكاسات؟ أرحب بضيوفي من بيروت. معنا الكاتب والناقد المعروف الأستاذ إبراهيم العريس. أهلاً بك أستاذ إبراهيم. أهلاً فيكم، تحية لكم جميعاً. ومن مصر ينضم إلينا المخرج المصري الشهير الأستاذ داود عبد السيد. أهلاً بك أستاذ داود. يا أهلاً بكم. والشيخ الإعلامي محمد الصياد، أحييك شيخ محمد. وأبدأ هذه الحلقة أهلاً فيك وأبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ إبراهيم العريس. يعني أستاذ إبراهيم، كيف تقرأ الحكم الذي صدر بحق الفنان المصري عادل إمام اليوم؟ هناك حكم صدر نحوه بالحبس 3 شهور وغرامة قدرها $1,000، ما يعادل تقريباً $160، كله بتهمة الإساءة إلى الإسلام. كيف تقرأ هذا الحكم؟ طبعا أقرأه على أنه إشارة إلى يعني المستقبل القريب الذي سنضطر إلى أن نتعايش معه، نحن الذين وقفنا إلى جانب الربيع العربي منذ البداية، وبدأت آمالنا تخيب شيئا وشيئا، وخاصة في مجالين اللذين أعتبرهما أنا يعني الإشارة الأساسية لحقيقة الثورات وموقفها، الفن وحرية التعبير من جهة والموقف من المرأة من جهة ثانية. وأعتقد أننا في هذين المجالين سوف نعاني كثيرا، وسوف نجد أنفسنا أمام خيبات تزداد أكثر وأكثر، وخاصة أن التهمة سهلة وشعبية ديماغوجية، يعني الإساءة للإسلام. أنا أتابع أعمال عادل إمام منذ زمن بعيد وأعرف تماما أنه مسلم حقيقي وأنه لا يسيء إلى الإسلام، والمشكلة أننا بدأنا نشهد نوعا من الخلط بين الإرهاب والإسلام، فمن يندد بالإرهاب مثل عادل إمام يقال له أنه يندد بالإسلام، وهذه هي بالتحديد الإساءة للإسلام عندما يتم التماهي بين الإسلام والإرهاب، وهذا أخطر ما يحدث في رأيي في هذه الأيام. نعم. طيب أستاذ داود، يعني الخيبات العربية التي أشار إليها، ما رأيك بها؟ هناك خيبات عربية من قبل الناس الذين وقفوا إلى جانبكم، أنتم الذين انطلقتم بربيع العربي. هو الحقيقة أن كل القوى التي انطلقت بثورة يناير لم مع تطورات الأمور سواء في الاستفتاء الذي تم على تعديلات دستورية أو فيما بعد
في انتخابات مجلس الشعب صارت الأمور بعكس مصلحتها وبعكس قناعتها، فانقسم المجتمع بشكل كبير بين أنصار الدولة الدينية وأنصار الدولة المدنية. ومع الانتخابات وبطبيعة الأمور إن في قوة تقليدية موجودة أصلا في المجتمع وقادرة على الحشد والتجيش، فمن الطبيعي مع وأيضا باستخدام شعارات طائفية سواء في كلا الحالتين في الانتخابات ولا في الاستفتاء، فكان التصويت أحيانا تصويت للإسلام كما لو كان في آخرين ضد الإسلام أو ضد الدين. فبالتالي ما يحدث الآن ليس مفاجأة وإنما هو متوقع مع صعود القوى الدينية بهذا الشكل واستخدامهم الغير عادل لشعار رغم أنك كنت متفائل نوعا ما، يعني السياسية كنت الدين. أنت كنت متفائل نوعا ما قبل يعني عدة أشهر، قرأت لك تصريح صحفي أنك يعني تقول بأن السينما اقتربت من مناخ الحرية والإبداع بعد الثورة، واليوم تبدي عدم تفاؤلك. لأن من الطبيعي أن لما يحصل أن في قوة معينة تبقى مسيطرة على مجلس الشعب تبتدي تفكري في ايه طبيعة القوة وايه اللي ناوية تعمله. انا موافق طبعا ابراهيم تماما ان اكبر قطاعين هيعانوا هم المرأة وحقوق المرأة والابداع. القوة اللي موجودة دي قوة ايديولوجية، قوة عقائدية، وقوة لها وجهة نظر في تفاصيل الحياة ومنها الفن والابداع ووجهة نظرها وجهة نظر أخلاقية ضيقة. وواضح أن فهم وظيفة الفن والإبداع غائب عنهم، وبالتالي فمن الطبيعي أن دلوقتي تبقى الأمور مختلفة. وده ما بيعنيش أن أنا مش متفائل، أنا متفائل ولكن على مدى أطول. طيب حنرجع نتكلم عن المدى الأطول هذا متى سيتحقق. أبغى أنتقل للشيخ محمد الصياد. شيخ محمد، يعني أستاذ إبراهيم يقول أن هناك خلط كبير ما بين الإرهاب وما بين الإسلام، الأمال العربية بدأت تخيب وهناك قطاعين سيضربان يعني بالصميم، الفن وحرية التعبير والمرأة. نبغى نركز عن الفن وحرية التعبير، والأستاذ داود أشار إلى أن هذا كله من وجهة نظر أخلاقية ضيقة وفهم يعني غائب بخصوص الإبداع، ما رأيك؟ طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مع احترامي الشديد لرأي الأستاذ إبراهيم والأستاذ داود عبد السيد وهما يعني لهما من المكانة ما لهما، لكن أنا أود أن أتكلم أولا في موضوع عادل إمام ثم أتكلم عن الشقين الإعلام والمرأة. تفضل. اللذان يعني يخاف الأكثر أو أكثر الناس يخافون أن يضيعوا أو أن يضيع الفن أو ما شاكل. يعني بالنسبة لموضوع عادل إمام، أنا أرى أن الحكم الذي أخذه حكم ضعيف جدا وضئيل جدا، وأنا مع احترامي الشديد للفن ومع احترامي الشديد لأعمال الفنان عادل إمام كفنان، لكن المدقق في أعمال عادل إمام يجد أن فيها خروج فاضح. واسمحوا يعني لي أنا أقول حكم فاضح ضعيف، يعني كنت يعني تبغاهم يأخذوا حكم أقوى من كذا أنه ثلاثة شهور قليلة أقوى من ذلك؟ ربما نعم يريد أن يقتلهم. أنا أقول لحضرتك لماذا يا أستاذ إبراهيم، أنا ما قاطعتك في الحديث وما قاطعت الأستاذ داود، وأرجو أن يفتح لي المجال لأتكلم. أنا ما قاطعتك، تركتك تقول ما تشاء وتركت الأستاذ داود يقول ما يشاء، فحقي أنا أقول ما أشاء ثم تعلق حضرتك. طب قل ما تشاء يعني، لكن أبغى أركز على هذه المسألة أنك أنت ترى الحق الحكم قليل. أستاذ إبراهيم أنا أقول لك لماذا، أستاذ إبراهيم يقول ربما تريد أن يعني يصدر حكم بقتله. لا، ما قصدت ذلك، أنا ما قلت أن يقتل. أيه؟ وما ولسنا دعاة قتل، يعني خلينا بس نحط الأمور في نصابها الصحيح. أنا ما قصدت قتلا وما قلت ذلك، لكن أقول إن الحكم مع احترام الشديد للقضاء المصري ولعدل القضاء المصري، هذا ما يرى القضاء المصري، نحن نسلم تسليما كاملا لقضائنا ونزاهته. لكن أنا أقول عادل إمام مع احترام الشديد لأعماله الفنية
ولفنه، ولأنه إنسان فنان عظيم وفنان لا ينكر أعماله. لكن الإنسان إذا أخطأ لا يعيبنا أن نقول أنه أخطأ، أن نقول أنه أخطأ، هذا ليس عيب. أيه؟ يعني مثلا أضرب للأستاذ داود، الأستاذ داود أمثلة مثلا بسيطة جدا من أعمال عادل إمام. أنا لما اضطررت للكلام عن عادل إمام اضطررت لأن أنزل على النت لأرى ماذا قال عادل إمام حتى يأخذ هذا الحكم. أيه؟ إيه أخطأه حتى يأخذ هذا الحكم؟ 3 أشهر و1000 جنيه غرامة، لماذا يعني؟ طيب أعطينا الأمثلة. اضطررت للنزول على النت. لا، الأمثلة مثلا في مسرحية بعنوان تقريبا شاهد ما شافش حاجة ولا حاجة زي كده، بيسأله القاضي بيقول له أنت عبد البصير ولا عبد النصير؟ قال له عبد الشفنكرير. طب إيه عبد الشفنكرير هذا؟ أدي واحدة. مثلا في مسرحية أخرى مثل تسمى بالواد سيد الشغال، يقول إن أبا سفيان رجل ماكر مش عارف قطع طريق البحر وأخذ طريق صلاح سالم. طب هل هذا يقال على أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعقل هذا؟ أنا أسأل الأستاذ إبراهيم والأستاذ داود، هل ترضى أن يقال هذا عنك ولو على سبيل إضحاك الجماهير أو إضحاك الجمهور والفن والكوميديا؟ هل يرضى منكما أحد أن يقال عنه هذا الكلام؟ يقال عن الله عز وجل شفنكرير؟ عبد الشفنكرير؟ طيب كمان إيش في أمثلة من يعني هذه كلها أمثلة قديمة، هناك لديك أمثلة حديثة؟ أنا ما أتابع أختي، أنا يعني ما أتابع أصلاً. طب أنا بقول لك على يعني من ضمن الأمور التي التي المأخوذة على عادل إمام من قبل الإسلاميين، أنه يصور دائما الإسلامي بأفلامه على أنه إرهابي أو متطرف أو يصوره بشكل كوميدي. إذا بشكل كوميدي وشكل ساخر لدرجة أن الناس يخافون من الإسلام. لكن هو يعني هو كان يصور الإرهابي، هو لم يصور الإسلامي. وقال لك أستاذ إبراهيم هناك فرق ما بين الإرهابي والإسلامي، هناك خلط. أسأل سؤال، إيش الإرهابي في نظر عادل إمام؟ طيب نرجع لأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم تفضل. أستاذ إبراهيم يعني بس بدي أقول إنه يعني لما بيقول السيد أو الشيخ محمد الصياد يعني مع احترامي الشديد لرأيه يعني إنه يعني الحكم قليل ولا آخره، في هذه الأمور أمر الإساءة إلى الإسلام، الحكم بيوم سجن واحد هو مثل الحكم بالقتل، أي أنه يحرض الناس ضد هذا الإنسان الذي هو مسلم في نهاية الأمر. يعني عادل إمام لم يأتي من المريض. لا 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 هذا ليس صحيح. الحالة الإرهابية أنت تنتظر أن تقاطعني، قد دعوتني منذ قليل لكي لا أقاطعك، ثم أنت يا سيد أو يا شيخ يعني تقول أنك لم تشاهد، اسمعني خليني أكمل، أنت لم تشاهد أعمال عادل الإمام الأخيرة، فكيف تحكم عليه غيابيا بهذه الطريقة؟ أنت أخذت جملتين من مسرحيتين تعودين إلى ثلث قرن إلى الوراء. أما عادل الإمام فهو مسلم حز في نفسه أن يخلط الناس بين الإسلام والإرهاب، ويصبح بأنه نحن نعرف تماما أن الشعب المصري في معظمه شعب مسلم ولكنه ليس إسلاميا بالمعنى السياسي للكلمة. عادل الإمام عندما وجد أن هذه يعني أن الإرهاب يكاد يخلط على الناس في أفكارهم قال كلمته كمؤمن وليس ككافر، كمؤمن بالدين الإسلامي وكممارس لعبادته. نحن ما كفرنا عادل الإمام أرجو يا سيدي يعني لا تقاطعني أرجوك، أنت دعوت إلى عدم المقاطعة. أنا لا أقاطعك لكن أنا ما كفرت عادل الإمام حتى تقول ليس كافر. أنا بقول لك ليس كافر، أنا كمواطن مسلم وعادي. شيخ محمد بس نسمع أستاذ إبراهيم إيش يبغى يقول. الحكم بالإساءة للإسلام هي تحريض للعامة على قتل هذا الرجل، هذا كلام مفهوم بالإسلام ونعرفه منذ محاكم التفتيش ومنذ ما قبل ذلك. أي إساءة للإسلام تعتبر كفرا، فماذا تقول لي ليس كافر وتحترم أعماله ثم تقول أن الحكم عليه خفيف؟ أنا أعتقد أن الحكم ولو بغرامة جنيه واحد ولو بغرامة يوم سجن واحد هي تحريض للناس على قتل هذا الرجل. لا يعني لا نضحك على بعض في هذه الأمور. طب أستاذ إبراهيم، يعني أنت قلت أنه اليوم الشعب في مصر يعني لا يميل للإسلام السياسي، لكن الشعب في مصر غالبيته صوت للإسلام السياسي وأوصل الإخوان والسلف للبرلمان، كيف برأيك سيكون رد نعم فعله تجاه هذا الاتهام للفنانين؟ طبعا ممكن يكون في أكثر من عادل إمام مستقبلا بالإساءة للإسلام، كيف حتكون رد فعل الشعب؟
وسيكون هناك أكثر من حالة عادل إمام، لأن الأمور يعني في الآن فتحت تماما. في الماضي كنا نعرف أن السلطة هي التي تمارس الرقابة، بعد ذلك خلال 20 عاما أو 25 عاما الماضية، رغم مساوئ حكم حسني مبارك ورغم الفساد ورغم كل ما حدث، كان هناك نوع من الانفتاح الفني والديمقراطية الفنية، ونعرف هذا، والديمقراطية الحزبية التي أتاحت مثلا للإخوان المسلمين أن ينظموا صفوفهم وأن يعني يبدو بوصف الحزب الوحيد المنظم والقادر على الوصول إلى الجماهير، فيما الأحزاب الأخرى تقريبا منعت ولم تستطع ذلك، وهذا ما يفسر. فالناس لم تنتخب الإخوان المسلمين لكي يحكم على عادل إمام، فالناس تحب عادل إمام بقدر ربما ما تحب الإخوان المسلمين. طيب أستاذ، أما المسألة الأساسية فهي أن أي نعم أستاذ داود، بس أخذ رأي بما أنك ذكرت سيرة النظام السابق. أستاذ داود، هذه يعني القضية كانت الدعوة مرفوعة من زمن الرئيس حسني مبارك، لكن الحكم لو اتخذ أيام الرئيس السابق حسني مبارك كان سيثير ضجة أم لا؟ اليوم يعني وكأن يعني حين اتخذ الحكم لم نشهد ضجة بثقل الفنان عادل إمام. لو كان الرئيس حسني مبارك هو في سدة الحكم، كيف تتوقع حتكون ردة فعل الشعب أو الدولة أو النظام؟ الحقيقة يعني أنا ما أعرفش ردة فعل الدولة في أيام حسني مبارك. المفروض الأحكام مكفولة حق للقاضي أن يحكم تبعا للقانون. لو ناقشنا الحكم نفسه فأنا غير قادر على فهمه، يعني الحكم لا يتكلم عن واقعة أو مشهد أو فيلم أو مسرحية. الحكم معمم، وإذا اتكلمنا عن حكم من هذا النوع فبفترض أن عادل إمام ممثل مؤدي، وهو لم يكتب نص ولم ينتج العمل ولم يخرجه، فبالتالي هنا أنا بحس أن في حتى عدم فهم من من أصدر الحكم لطبيعة الفن والتنظيم الموجود في أي عمل فني. ومن الواضح انه حكم عام غريب جدا، يعني حكم على ايه؟ على كل حياة عادل امام؟ على مجمل اعمال عادل امام؟ الاحكام تكون بوقائع، وقعة معينة حدث في الفيلم الفلاني، حاجة من نوع معين. ما يقوله الشيخ محمد مع احترامي له هو الدليل على منتهى الشكلية واصطياد التفاصيل التي لا تعني. مش معنى انه بيقول عبد الشكنكير ولا شكنكرير انه هو بيتحدث عن الله عز وجل، انما هو ده نوع من انواع نوع حتى يعني يمكن فنيا انا ما احبوش جايز، بس هو بيبين شخصية لازم تؤخذ الحالة ديت في ايه الشخصية الدرامية اللي هو بيقدمها، وواقف مثلا قدام قاضي فخايف ومرتعب وعاملين له رعب فبيقول اي حاجه ومش عارف يتكلم. هو لا يقصد بالقطع، لا يقصد ان يتكلم عن الله بالقطع، انما هنا ده عمليه اصطياد بتتم وليست عمليه وفهم شكلي. والمشكلة الحقيقية أن هذا النوع من الفهم الشكلي للفن هو الذي يسيء للإسلام، لأن الإسلام في حقيقة الأمر أرحب بكثير من هذا الفهم. شيخ محمد، ما رأيك هذا الفهم، فهمكم الشكلي للفن هو الذي يسيء للإسلام؟ يعني كانت الكلمة في السياق الدرامي أو الكوميديا أو المسرحي. نعم، هرد على الأستاذ داود مع احترامي الشديد لرأي حضرته، لكن الإعلام أعتقد أنه فن الكلمة، الفن فن الكلمة، سواء بيؤدى على في 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 السينما أو على شاشة المسرح، هو فن الكلمة عامة. يعني أنا بقول لك شيء، إحنا سمعنا هذه الكلمة أعلم. شيخ محمد، إحنا هذه سمعنا الكلمة من طفولتنا، هذه الكلمة التي قلتها عبد الشكنكرين، لم يأتي في خلد أحدنا أنها ضد الدين أبدا، ما سمعناها إلا على أيامكم. وأنا ما قلت، أنا ما قلت أن عادل إمام يقصد، لكن فن الكلمة مفروض أن الفنان بيدقق فيما سيوصله لقلوب الناس ولعقول الناس، خصوصا حضراتكم عارفين ان فن الكوميديا بصفته فن مضحك ومحبوب للشعب المصري بصفه خاصه وللشعوب العربيه بصفه عامه، بيتعلق في اذان الناس، حتى الناس بياخدوا افيهات بيقولوها بتتردد في السنتهم في الكلمات العاميه،
بتبقى حتى بتصبح امثال عاميه يذكرونها في حياتهم العامه. والله كبير يعني تقصد يؤثرون على الفكر عموما في الـ في الـ بالضبط كده احسنتي. طب هرجع انا اسال، انا ادقق في الكلمه، هعود للأستاذ إبراهيم العريس وأسأله عن هذا الموضوع، عن فن الكلمة وتأثيرها غير المباشر على حياة الناس حتى لو لم نشعر به، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. فتح إذن ملفات الفنانين والمثقفين اليوم، نكمل حلقة اتجاهات لهذه الليلة. البعض صار يتحدث عن قرب عهد حرق الكتب وحرق الأفلام وقرب عهد أوروبا في ظلماتها الوسطى. هذا الحديث مبالغ به أستاذ إبراهيم أم أنه واقعي؟ هو سيشكل معركة كبيرة بين يعني عقول عربية مسلمة متفتحة جدا ومقبلة على العصر وعقول أخرى مغلقة تريد أن تعيدنا إلى سنوات الجهل والتجهيل. أما بالنسبة لتأثير الكلمة فأنا يعني موافق للدكتور موافق للشيخ محمد على أن الكلمة تؤثر، ولكن فليقل لي لماذا رغم أن شعبية عادل إمام يعني هي شعبية مئات الملايين من العرب، ومع ذلك لم نجد واحدا من جمهوره يتأثر بهذه الكلمة ويسيء إلى الإسلام وإلى آخره، بل يزداد الإسلام وجودا في الحياة العربية. يعني فأنا لا أعتقد أن عادل إمام تقصد ذات يوم أن يقول ولو حرفا واحدا مسيئا للإسلام. أما المسألة بالنسبة إلي فلا يعني لكي أجيب على صديقي الأستاذ داود، ليست المسألة مسألة عادل إمام، يعني هذا الحكم، هذا التحرك الذي تحركه مجموعة من محبي الظلام، هو بالتحديد لكي يضربوا أكبر وجه نجم في العالم العربي لكي يخيفوا ما بعده. فهذا يسمى يعني فور اكزامبل، يعني يسمى بالإنجليزية هو المثل، يعني يؤخذ عادل إمام بوصفه النجم الأكبر بالعالم العربي ويجتزأ من كلامه ومن مسرحياته على مدى نحو نصف قرن جملة أو كلمة، ونحن نجد مثل طبعا في التراث الإسلامي كله نجد تلك يعني الملح والحكايات والضحك وكذا ضمن الدين وخارج الدين، فالإسلام أصلا دين متفتح على الحياة وعلى الحب وعلى الفكاهة وعلى المرح وعلى كل شيء. فإذا بنا الآن نجده دينا متجهما بفضل مثل هذه الأمور، ومن هنا أنا أعتقد أن عادل إمام ليس سوى المثل الذي يضرب به الآن لكي يخاف بقية الفنانين العرب في كل مكان يصل فيه إلى الحكم أمثال هؤلاء الناس، مع احترام لهم ومع احترامي لجهودهم وجهادهم طوال سنوات عديدة لكي يصلوا إلى الحكم بالتحديد، ولكني ما كنت أعتقد أنهم مع وصولهم إلى الحكم سوف يمارسون من الرقابة ما لم تمارسه الأنظمة الديكتاتورية في زمانها. طيب شيخ محمد، يعني بمناسبة ذكر الرقابة، أول شيء يعني الفنان عادل إمام نقلت وكالة رويترز عنه قوله أن الرقابة أجازت هذه الأعمال، فكيف اليوم يعني ترفعون شيء قضايا ضد أعمال أجازتها الرقابة مع تحفظ الكثيرين لمفهوم الرقابة اللي حنحكي عنه لاحقا؟ ورأيك بموضوع التخويف، أنتم تخوفون يعني تستخدمون عادل إمام الرمز لتخويف من بعده وفرض ثقافة من نوع آخر؟ لو صح هذا الكلام ما كنت جلست مع حضرتك النهارده في حوارنا ده ابلغ رد ارد يعني. بس يعني ما هو احنا لو بنخوف الفنانين بقى والفضائيات اللي بتعرض نساء على الفضائيات والكلام ده كله، ما كنتش انا طلعت مع حضرتك النهارده في الحلقه دي. والله مشكوره يعني، يعطيك العافيه يعني. تضحيه. شكرا على التنازل. بس اقصد اقول للاستاذ ابراهيم الله يحفظك، لا ما قصدت هذا، انا قصدت بس ده هذا ابلغ رد يعني، وجودي معكم هذا أبلغ رد على كلام الأستاذ إبراهيم. الأستاذ إبراهيم الإسلام دين متفتح ولا يصدد التفتح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قديما منذ 4000 سنة أستاذ إبراهيم حذرنا من خطورة الكلمة، حتى قال فيما رواه البخاري إن الرجل لا يتكلم بالكلمة. أستاذ إبراهيم حتى أنت بتقول إن عادل إمام لا يقصد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله عز وجل لا يلقي لها بالا. أستاذ إبراهيم سامعني كويس، لا يلقي لها بالا، ما يقصدهاش، بيقولها كده عفوية، لا يلقي لها بالا فيدخل الجنة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل أيضا لا يلقي لها بالا. أستاذ إبراهيم ما يقصدهاش، أستاذ إبراهيم بأكد
بيقولها كده عفوية، ها، تهوي به في النار 70 خريفة. يا أخوانا ليس عندنا أغلى من الإسلام، مع احترامي لكل الفنانين المبدعين اللي بيقدموا لنا أعمال هادفة وأعمال رائدة وأعمال رائعة وأعمال جميلة، لكن بقول لا أقبل أبدا من كائنا من كان، والله لو أبي الذي أنجبني من صلبه إذا سب صحابيا أنا لا أقبله، ولا أقبل أعماله بأي شكل كان. ليس معنى هذا أنني أكفره ولا أنني حتى أفسقه، لا، هذا شيء ليس بيدي. طب أنت حضرت هذه المسرحية، يعني حضرت هذه المسرحية من زمان اللي انتقدتها، مسرحية الواد سيد الشغال ومسرحية شاهد ما شافش حاجة، وقدمت وفي المقالات اللي كتبها وفي الفيلم بتاع لما حضرت هذه المسرحيات وسمعت هذه المقاطع التي تقول أنها مسيئة للرسول، كيف كانت ردة فعلك؟ إيش عملت؟ يعني حقيقة والله كانت غصة، ما ضحكت أصلي. يعني لما يقال عني، أنا قلت أنه ما يقصدهاش، وأنا مع الأستاذ إبراهيم وعلى الأستاذ البعض داود. يقول شيخ محمد أنكم تنتقمون من الفنان عادل إمام، تنتقمون منه لأنه كان ضد الثورة، بس لحظة، والبعض يقول أنه انتقام من الفنان عادل إمام الذي وقف أمام الإرهابيين زمن النظام السابق وأنتج فيلم أو مثل فيلم الإرهاب والكباب والإرهابي، ويعني كانت صورة الإرهابي مشوهة. الإسلام هو الدين الوحيد، نعم. الإسلام هو الدين الوحيد الذي قعد قواعد الحرية وأصل أصول الحرية. إحنا كنا بنعترض على الديكتاتورية، فمش هنبقى إحنا ديكتاتوريين. مش معنى أن الأستاذ عادل إمام كان ضد الثورة أو مع النظام السابق أو مع هذا ليس من عندنا ننتقم منه أبدا أبدا أبدا. أول شيء يعني إيمان الناس ما هو ضعيف للدرجة أن يعني يمكن أن يهزها أو يهز هذا الإيمان مقطع من مسرحية أو مقطع من نص أدبي أو شعري. والشيء الثاني يعني أنت لماذا لا يعني يمكن لك أن تطعن أو تعيب أو تنتقد حتى الطريقة الأدبية التي تقرأ بها العمل الفني أو الثقافي أو الفكري، لكن لا يحق لك أن تطعن بمعتقد أو ديانة من يكتب. وهذا الشيء طبعا مؤخرا المهندس الشيخ عبد المنعم الشحات أيضا أسمى أدب نجيب محفوظ بأدب الدعارة أو أدب الرذيلة كما قال. نعم، بالنسبة لحرية الاعتقاد، قرآننا علمنا، قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. النبي صلى الله عليه وسلم، بس بركز أكثر على موضوع الفن، يا الفن والثقافة، الإبداع الثقافي والأدبي. أنا مع حضرتك تفضل. قل ما تشاء دون أن تجرحني، وأنا أقول ما أشاء دون أن أجرحك. أنا أتكلم الآن عن سب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش ابدا يتقال انه عمل ادبي كوميدي، ما ينفعش يتقال انه افيه بيضحك الجماهير، ما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال. ابرر هذه الكلمه او هذه الكلمات، انا مش متابع جيد لفن المسرحيه والفيلم والمسلسل عامه، لكن هذا التقطته على السريع كده من على النت لما اضطررت لذلك. يعني هذه انت يعني على السريع التقطت كلمه وجدت كذا، يعني لو انك متابع حتلاقي الاف مؤلفه من الكلمات، صح؟ المسيئة. اكيد اكيد اكيد. استاذ ابراهيم العريس، برايك صعود الاسلاميين للحكم اليوم له علاقه مباشره مع ما يحدث من بدايه عهد محاكمه المثقفين والفنانين؟ بالتأكيد، يعني هو يعني مسألة جدلية بينهم، لكن كل هذا الحديث يذكرني بذلك القاتل الأهوج الذي حاول أن يقتل نجيب محفوظ ولم يقرأ حرفا لنجيب محفوظ. هذه هي المسألة. فالأستاذ الشيخ هنا يقول لنا أنه ليس متابعا، ثم يأتي لكي يعني ليس الإسلام هو من قيد المحاكمة الآن لكي نقول أن الله قال في كتابه الكريم ومحمد صلى الله عليه وسلم فعل كذا. المسألة هي أن عادل إمام هو الذي قيد المحاكمة الآن من قبل حكم أهوج لم يفسر، كما قال لنا السيد داود عبد السيد، لم يفسر لماذا وكيف حكم عادل إمام. ومن هنا أنا أقول أن الخصم الأساسي الآن لهذا التيار السياسي الديني الصاعد في المجتمعات العربية هو الفن، لأنه الوحيد القادر على الوصول إلى أفئدة ووجدان الجماهير، وهو منافسه الرئيسي الآن في غياب
أي منافس آخر. ومن هنا ليس من قبيل الغباء أن يحاول الإسلاميون الذين يصلون إلى الحكم الآن القضاء على الفن، لأنهم بدون الفن سوف تفقد الناس وجدانها، وسوف تتبع أي كلام يقال لها باسم الدين، والناس أصلا ليست في حاجة إلى كلام هؤلاء السياسيين. هي تعرف الله وتعرف يعني علاقتها مع الله وتعرف علاقتها مع الإسلام أفضل منهم جميعا، لأنها يعني تقصد لا أن تقول أنهم يتخذون من هذا الأمر يعني رسالة من هذا الموضوع القضاء على الفن كوسيلة احتجاج سياسي أو نعم نقد فكري نعم أو انشقاق ثقافي؟ بالضبط، لأن الفن والأدب الكبيرين واللذين يعني ملأ وجدان الجماهير العربية وفي العالم أجمع هما المنافسان الأساسيان الآن لهذا الخطاب الديني الظلامي الذي يتناقض مع الدين أصلا ومع انفتاحية الدين أصلا سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي. وأنا لا أوافق السيد الشيخ على قوله أن الدين الإسلامي هو الوحيد الذي كذا 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 وفتح كذا. كل دين له سيئاته وكل دين له حسناته، ولنكف عن هذه القومية الدينية الضيقة التي تجعلنا دائما في موقف. خليني كمل بطل لا تقاطعني، أنت طلبت عدم المقاطعة. التي تبث الكراهية في لدى الشعوب ضد الشعوب الأخرى، هذا هو يعني. والسياسة الدينية أو الدين السياسي الآن يعتاش على الكراهية على كراهية الآخر، وفي هذا الإطار يخافون أن يقدم فنان مسلم وكبير على انتقاد الإرهابي فيقولون أنه أنا لم أجد دفاعا فنيا على الإسلام بقدر ما وجدته في فيلمين على الأقل لعادل إمام الإرهابي والإرهاب والكباب. فهناك فرق تماما بين الوجدان الديني الشعبي، الوجدان الديني الشعبي الصحيح للشعب المصري، وبين ركوب أصوليين وإرهابيين موجة الدين لكي يصلوا إلى الحكم لا أكثر ولا أقل. كنا سألنا الشيخ محمد، حرجع لك، لكن كنا سألنا نقيب الفنانين الفنان الأستاذ أشرف عبد الغفور حول هذا الموضوع وصعود الإسلاميين وتأثيره على الفن، وكانت إجابته كالتالي. نشاهد هذه المقابلة القصيرة مع الفنان أشرف عبد الغفور ونعود لاتجاهات. الشعب المصري اتغير بعد 25 يناير، هذا ليس هو الشعب المصري المتعارف عليه سابقا. الناس تخطت حواجز كتير وأهمها حاجز الخوف، الحاجز الأمني، تخطوه، يمكن تخطوه أكثر مما يجب، لكن هم تخطوه. وعلى التيار الإسلامي أن يعي، إذا لم يكن واعيا بهذه المسألة، بأن الناس عرفوا طريقها، عرفوا إزاي يطالبوا بحقهم إذا حقهم حصل عليه أي قهر، عارفين السكة إزاي، عارفين الطريق للميدان، وعارفين إزاي يضغطوا لغاية ما يحصلوا على حقوقهم. وأنا ما أعتقدش أن التيار الإسلامي ونحن في القرن 21 وفي سنة 2012 يعني حيتقهقر إلى الوراء أو حيعود بمصر إلى الخلف، لا أعتقد، وخاصة في هذه السنوات الأولى، لأنه هيبقى عنده من الأعباء والضغوط ما يغنيه عن الدخول في صراعات أخرى. أنا أعتقد بأن المؤتمر اللي عقد وجبهة الدفاع عن الإبداع هو يعني إجراء احترازي، إجراء احتياطي، إجراء فيه إشارة عما يمكن أن يحدث من صدام لا قدر الله بعد كده. لكن أنا شخصيا مطمئن، أنا شخصيا ما عنديش هذا التخوف، لأن أنا بقول بأن التيار الإسلامي، إحنا التيار الإسلامي عندنا شقين، الإخوان المسلمين والسلفيين. حقيقة بأن السلفيين أكثر شدة، لكنهم أيضا أكثر وضوحا وأكثر صراحة. الإخوان المسلمين ناس بيعملوا بالسياسة على مدى أكثر من 80 سنة، 83 سنة، وبيعملوا في مناحي كثيرة جدا من مناحي الحياة، بيعملوا بالتجارة وبالاقتصاد وبالاستثمار، ومنهم كثيرون عملوا بالفن وعملوا فرق مسرحية. لا أعتقد بأنهم على قدر من الغفلة ان هم حيقلصوا اكبر جناحين للتنمية والحضارة
في مصر وهما الفن والسياحة. الفن والسياحة من الصناعات الثقيلة ويجب الحفاظ عليهم ويجب تنميتهم. أمام عدم هذا القلق اللي أنا شاعر بيه واللي أنا أعلنته، كان لابد وأن أبحث وأتأكد هل أنا محق أم لا، هل أنا محق في عدم قلقي ولا لا، ده فيما يدعو للقلق. فما كانش ممكن أن أنا أتحرى هذه الدقة وهذه الحقيقة إلا من أكبر رأس في هذه الجماعة وهو المرشد. فكان هذا هدف اللقاء، أن نعرف الرأس دي بتفكر إزاي، ناويين على إيه، هل هناك صراع محتمل فأستعد له. ده اعتقد ان ده شيء منطقي وواقعي وطبيعي، انك انت يعني وحاشا لله ان احنا نبقى اعداء، لكن لازم تعرف عدوك، حتى لو لك عدو لازم تعرفه. ما كانش فيه اي نوع من التخوف على الاطلاق، على الاطلاق. وكل استشهاداته حتى طوال ما يقرب من الساعة اللي انا جلست معاه فيها في جلسة مغلقة تماما، يعني كله كان استشهاد بكل ما يعلي من شأن الفن من خلال القرآن والأحاديث والمواقف والمشاهد، كل ما يعلي ويسمو بالفن. إذا كان هم عندهم وجهة نظر معينة وحيعملوا شركات إنتاج وينتجوا نوعية من الفن هم مرتئين إنهم لازم يعرضوها، فليكن. المانع ما الذي يمنع ان احنا شغالين وهم يعملوا شركة انتاج يقدموا نوع معين من الفن، فليكن. ما انا شخصيا مش شايف ان ده فيه اي مشكلة. شيخ محمد، اعود اليك بعد هذا اللقاء. يعني من حاول أن يختال نجيب محفوظ كما قال الأستاذ إبراهيم العريس لم يقرأ واحدة من أدبياته أو رواياته، وأنت تنتقد عادل إمام ولم تشاهد سوى مقطع أو مقطعين، وأغلب الذين يكفرون ويشتمون المثقفين والكتاب والفنانين لم يشاهدوا أو يقرأوا لهم أي أعمال، ما هذه الشكلية؟ أستاذتي الفاضلة، أنا أولا أرفض بشدة أن يتهم القضاء المصري بأنه قضاء أهوج. قضاء المصري من أنزه وأعدل القضاء في العالم، والأستاذ إبراهيم العريف يعرف ذلك جيدا. لكنه ليس من صحابة الرسول لكي يكون فوق النقد. أنت لا تنقد، أنت الآن تسب، أنت لا تنقد، أنت تسب، بتقول قضاء أهوج. هذه طريقتي في النقد. بشدة أن لا هذا لا يجوز. حضرتك يعني نحن نتعلم من حضرتك الأدب ونتعلم من حضرتك الأسلوب الراقي، لكن لا يجوز ابدا ان تقول على القضاء المصري قضاء اهوج ثم تقاطعني في الكلام وانت ترفض هذا القضاء. الذي حكم بهذا هو قضاء اهوج. انا اتكلم لا القضاء المصري العريق بصله. استاذ ابراهيم، كمان في هناك قانون الحسبه، يعني يا شيخ محمد، هناك بغض النظر عن الحكم القضائي هناك قانون الحسبة يحق لأي شخص أن يرفع دعوة تجاه أي فنان أو مخرج أو ممثل أو كاتب. من الذي يحكم أستاذ نادين؟ من الذي يحكم في هذه الدعوة؟ يعني أي شخص يرفع أي دعوة، من الذي يحكم فيها؟ بس هو قال لك ما هو صح من الصحابة حتى يكون منزه عن النقد. أنا لا أقول أن القضاء فوق النقد، لكن القضاء ده بيحكم بناء على إيه؟ هل بيحكم بناء على غوغائية أو ليرضي التيار الإسلامي التيار الإرهابي؟ طب ما جاوبتني، يعني لماذا لا تقرؤون ولا تتابعون الأعمال الأدبية والفنية قبل أن تشتموها أو تنتقدوها أو يكون لكم منها أي موقف؟ طيب أستاذ نادين، المواقف التي ذكرت حدثت من عادل إمام ولا لم تحدث؟ فيها خطأ ولا ما فيها خطأ؟ ما هو معيار الخطأ؟ يعني هناك وجدان إسلامي شعبي وهناك إسلام سياسي كما قال أستاذ العريس. حنأخذ فاصل، حرجع لك أستاذ محمد، حرجع لك بعد الفاصل. فاصل ونعود لحرية الإبداع. أعود إليك من جديد شيخ محمد، يعني سمعتك في الفاصل تتحدث مع المخرج الأستاذ داود عبد السيد وتقول أنه
الشعب المصري يتأثر كثيرا بالكلمات، على كذا يعني ما حنكتب شيء ولا حنألف شيء ولا حنمثل ولا حنعمل أي شيء خوفا من أن يتأثر الشعب، أليس في ذلك تسطيح للفكر العربي إجمالا مش بس المصري؟ يعني لماذا كل هذا الخوف على الإنسان العربي أو المصري من أن يتغير؟ خليه طيب يتغير، يعني إيش فيها شيء صحي أنه يتغير أو يبدأ يفكر؟ أستاذة نادين، أنا قلت قولي ما تشائين بشرط ما تجرحنيش، أنا أقول اللي أنا عايزه بشرط ما اجرحكيش. إيه يا اخوانا، احنا ما عندناش اغلى من ديننا واغلى من اسلامنا. الاسلام بالنسبه لنا اغلى من ابائنا ومن امهاتنا. الاسلام بالنسبه لنا هو كل شيء. انا في بدايه كلامي خالص في بدايه الحلقه قلت مع احترامي للفنان عادل امام ومع تقديري لكل اعماله الهادفه والاعمال اللي بتدعو الى الفضيله والاعمال، وهي المعيار، هذا المعيار، معيار الجرح، معيار الخطا كما قلت. هذا ابغى اسال الاستاذ داوود فيه. استاذ داوود، كان قبل الفاصل الشيخ محمد يقول يعني هو هذا خطا ما قاله عادل امام ام ليس خطا؟ يعني او على ذكر ما القانون الموجود في مصر اليوم، القانون الحسبه، يمكن لأي شخص أن يقول أن هذا خطأ ويرفع قضية ضد أي مكاتب، ضد أي مخرج، ضد أي مواطن آخر بدعوى الإساءة للدين. من يحدد أن هذه الكلمة خطأ أم صح؟ السؤال لي. نعم أستاذ داود، لك السؤال. اللي بيحدد ده هو العرف العام البسيط جدا، ما يقال، التعبيرات والأقاويل والكلام الذي يقال في الشارع واللي بنسمعه كلنا، يقول ان ده يعني ما هوش خطأ ولا 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 ضد الإسلام ولا اي حاجة. إنما لو عايزين نحدد بشكل أدق يبقى مطلوب خبير في النقد الفني. إنما أصلا أنا مش شايف إن في إن الأمور محتاجة لكل هذا، وأنا شايف إن الحكم ده يشوب كثير جدا من الفساد، وبقول هو حكم مش صادر على وقع. يعني الشيخ محمد بيقول وقع أو وقعتين، أنا عايز أعرف الحكم ده صادر على إيه. طب أستاذ داود، إذا تم تقويض الحريات في المستقبل القريب، الحريات الفنية، إيش حتكون ردة فعلك؟ ستعتزل أم ستكمل الإخراج العمل الفني؟ لا يمكن، ما حدش هيعتزل. سنكمل وسنرفض وسنقاوم وسنناضل وسنتظاهر وهنعمل كل حاجة، ولكن يجب ان نكون احنا بندافع دلوقتي. لكن في لك حوار في حوار يعني لفت نظري، كان السؤال انه ماذا ينوي فعله المخرج داود عبد السيد في ظل هذه الاوضاع الحاليه، طبعا الصعود الاسلامي وتاثيره على الانتاج السينمائي، فقلت انه لا استطيع ان اعمل الا في مناخ كامل من الحريه، وان لم يتوفر لن اقدم شيئا، انك لن تتمكن من العمل سوى بجو لن اقدم حرية. شيئا محتمل، ممكن ما اقدرش اقدم شيء، ولكن ده لا يعني ان انا هتوقف عن النضال ضد هذا القهر وضد هذه الطريقه في التفكير. كيف ستناضل؟ نقدم شيء بكل الطرق. احنا عاملين، احنا دلوقتي في حاجه اسمها جبهه الدفاع عن حريه الابداع. أي. وهذه الجبهه تضم العديد وعملت مسيره ضخمه لمجلس الشعب، وقدمت، وعندنا لقاء ان شاء الله مع اعضاء مع لجنه الثقافه في مجلس الشعب، ما اعرفش هيتمخض عن ايه وهينتهي بايه، ولكننا لكل حدث حديث، وهنتحرك مع كل، واحنا بنتابع قضيه عادل امام تحديدا، وهنتابع قضيه منع تصوير لان في طالب عبقري قرر انه ما يصحش ان واحده تتصور بميني جيب في الجامعه، اي مسلسل ذات جامعه عين شمس، مسلسل ذات للروائي صنع الله ابراهيم. بينما هذا كان يحدث، التصوير ده كان بيحدث في السبعينات لما كانوا كل البنات لابسين ميني جيب. فاذا كنا داخلين على مثل هذه الفوضى فعلينا ان احنا نحاول ان احنا نشوف، وهنمشي في القنوات الرسمية والشعبية والمنتخبة، وإذا فشلنا فهنشوف إيه الطرق. نعم، آراء بعض من الفنانين بخصوص حرية الإبداع وحرية الفن في مصر، نشوف الآراء ونعود لضيوفي.
أنا مطمنة قوي من الانعكاسات على الفن. يعني كل اللي بلغوا وقالوا لك إيه ما عرفش إيه، وإذا كان الإخوان هيجوا هيحصل إيه وكده، كل ده كلام فارغ. الإخوان ناس لهم مبدأهم، لكن ناس مثقفين برضو وعارفين إن الإبداع والفن ده شيء عظيم، يعني شيء تنويري وحضاري وإنساني واجتماعي وسياسي. فأنا ما عنديش أي مخاوف من ده. في بعض الناس اللي مش فاهمين قوي، مش عايز أقول الجهلة، اللي مش فاهمين بيرتعدوا، ما يرتعدوش من أي حاجة، ده فيه برضو ميدان، إن ما عجبوناش هنروح الميدان تاني. إلى الآن مش خايف، أنا من المؤمنين بالتجربة. يعني أنا ضد النغمة اللي بقالها فترة محاولة الوقيعة بين الفنانين والتيارات الإسلامية اللي فازت بالانتخابات. أنا أعتقد وأنا صغير وأنا هاوي كان جمعية الشبان المسلمين اللي قتل أمامها حسن البنا كان فيها فرقة تمثيل في جمعية الشباب المسلمين، فده دليل أن ليس الإخوان بالذات ليس لهم موقف ضد الفن. أن مثلا في سيد قطب وهو إمام من أئمة الإخوان ليه كتاب اسمه التصوير الفني في القرآن، أخوه محمد قطب منهج الفن الإسلامي. فهنا بشوف أن من الظلم خلق وقيعة مبكرة بين الفنانين في مصر والتيارات الإسلامية التي تم انتخابها من الشعب. أكيد حينعكس على الفن، لأن الفن كان وصل لدرجة تافهة إلى حد ما، كان يقصد لهو الناس وترفيه سخيف وترفيه مبالغ فيه. أنا بعتقد أن بعد الثورة وبعد هذا الصحيان اللي حصل لنا أن احنا مش هنقدم غير فن جيد. يعني ابتدى الناس كلها تدور على المواضيع الجادة، ابتدى التلفزيون يدور على المسلسلات الجيدة الجادة ينزلها، فده مبشر خير ان احنا هنقدم ان شاء الله فن جيد جاد يخاطب عقلية الناس ويحفظ كرامتهم. أستاذ داود أرجع لك اليوم، يعني هناك ما يسمى بالرقابة اليوم في مصر، كيف يمكن أو هل أنت تؤيد وجود هذه الرقابة، وإن لم تكن تؤيد لها كيف يمكن الخلاص منها؟ الرقابة الموجودة دلوقتي الرقابة المؤسسية اللي هي الرقابة على المصنفات الفنية هي رقابة على الفكر وليست رقابة على أي حاجة. هو أساسا رقابة على الفكر لأنه هو بيطلب تقديم السيناريو للرقابة والموافقة عليه، وأنا ما بفهمش أن يبقى في رقابة على الفكر دلوقتي في أي مجال سواء كان في الأدب أو في السينما أو المسرح أو أي مجال. فأساسا أنا ضد هذا النوع من الرقابة. بيتبقى طبعا إحنا عايزين يبقى في رقابة، لكن عايزين يبقى في رقابة عصرية متنورة واضحة أحكامها أو الأحكام اللي بتتكلم على أساسها لا تقبل التأويل والتغيير ولا تقبل استعملها في غير موضعها. يعني أنت ضد الحرية، ضد الحرية المطلقة في الفن والإبداع؟ كيف سيكون هناك إبداع إن كان هناك رقابة من أي نوع؟ كيف حيجي الإبداع؟ إزاي تعملي حرية؟ الفكرة اللي هي موجودة في العالم كله، كيف تصنعين حرية للمبدع، تحققين حرية المبدع وتحققين حماية المجتمع. فالفكرة بسيطة إن الرقابة عليها أنها تصنف تصنيف عمري الأفلام أو الأعمال يعني بشكل عام، يعني بحيث إن في أعمال ما يصحش شوفها أكتر من اللي أقل من 13 سنة مثلا، دي حاجة ما يشوفهاش الأطفال. لكن أنت لا تقصد أنت ما تقصد بالرقابة أن يتم منع أو حذف أو قص الأعمال، صح؟ لا، أنا بتكلم على حرية الأصل والحرية، ولكن برضو استفادة من خبرات العالم. مش معناها أن احنا نعمل أفلام بورنو وتتعرض في السينما. يعني ده موجود في بعض البلاد، بس احنا مش عايزين ده ورافضين ده. ها؟ وحتى البلاد اللي موجود فيها حاجة زي دي موجود ضمن محاذير وتنظيم معين،
فلازم احنا نبقى ايه، عايزة قانون رقابة عصري يتناسب مع المجتمع المصري النهارده. انت تخشى من ان انت تخشى من ان تحكم الان رقابة باثر رجعي على اعمالك القديمة، على افلامك؟ لا انا ما بخشش ده، انا المشكلة اللي انا شايفها ان الرقابة الحقيقية هتبقى من نوع هذه الرقابة بتاعت حكم عادل امام، وهي ومن نوع منع تصوير مسلسل ذات في الشارع يعني او في جامعة عين شمس، اللي هو مش رقابة، اللي هي غوغائية، اللي هي فوضى. دي رقابة اسمها رقابة الفوضى، رقابة كل واحد يطلع يقول ما تعملش ده واعمل ده، دي رقابة تهدم الدولة. شيخ محمد، طيب ناخذ تعليق شيخ محمد. أيوه. وشيخ محمد اظنك ما شفت شيء، لا ما شفت شيء للاستاذ داود عبد السيد صح؟ لا 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 لا، شاهدت كثير من اعمال الاستاذ داود، وانا احترم جدا اعمال الاستاذ داود وبحترمه شخصيا. ولم تجد به مقطعا مخلا يعني له قدره؟ لا لا، الاستاذ داود بفضل الله عز وجل اللي لاحظته على كل اعماله انه لا يحب ان يساء الى احد، بل بالعكس كل اعمال الاستاذ داود اللي انا شاهدتها له هادفة جدا وبتعاصر وبتعايش قضايا جميلة جدا. لكن أنا بس بعترض على الأستاذ داود اللي أنا من ساعة ما شفته حبيته كتير يعني وشرفت باللقاء معاه. أي لكن بقول أنت قاعد تجامله الحين لأنه جنبك، ولا هذا رأيك الحقيقي فيه؟ لا أنا ما بجاملش، لا 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 لا، الأستاذ داود من الناس المحترمين جدا والمحبوبين جدا للشعب المصري كله، مش لي انا لوحدي يعني عامه. طب افلامه ممكن يكون فيها بنات لابسين قصير، ممثلات يعني مش محتشمات ومش منتديات الحجاب؟ انا ده برضو نفس الكلام اللي قلته في عادل امام، بقول بحترم عادل امام الفنان لكن ما بحبش عادل امام اللي بيغلط، بحترم الاستاذ داود المبدع المخرج القدير الكبير، لكن في حتات لازم نقول له ليه دي عايز توصل لي. اصل العمل الفني بيشكل فكر ووجدان الشعوب العربية بصفة خاصة، وكل الشعوب بصفة عامة، لكن الشعب العربي بصفة خاصة شعب عاطفي، شعب. طب ايش تبغى يعني تقول له للأستاذ داود؟ لا تحديدا بخصوص افلامه، ايش تبغى تقول له؟ ما اخذك على افلام داود عبد السيد. لا اذكر منها شيئا الان، لكن انا بتكلم عن منع تصوير مسلسل ذات بالنسبة لا بس افلام داود عبد السيد لم تجد فيها اي مقطع مخل لا بالدين ولا مسيء للتقاليد ابدا مش صح؟ مش لا اذكر منها شيئا الان والله. طب الاستاذ داود كده يفكرني بس بعض الافلام القديمه وانا يعني كتكات مثلا يعني لا الايه؟ الكتكات؟ الكتكات 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 اللي هو بتاع محمود عبد العزيز تقريبا بالظبط. حافظ الافلام استاذ ابراهيم. لا والله مش استاذ ابراهيم، بالنسبه للرقابه على الفن وعلى الادب، الحريه بنظرك للفنان للمثقف للكاتب ما هي حدودها؟ انا اعتقد انه طالما ان الكاتب والفنان هو انسان راشد ومثقف ويعي ما يفعل ويعي علاقته بمجتمعه، لا أعتقد أن هناك أحدا له الحق أن يصادر عليه إلا في حدود يعني أمن الدولة وأمن البلد. ثم أن نحن نعرف أننا الآن في زمن السماوات المفتوحة وفي زمن انفتاح العالم على العالم، لم تعد الرقابة في شيء يعني أحمق بأسوأ الأحوال. سأعطيك مثلا بسيطا، يعني في فيلم إيراني معارض اسمه بيرسبوليس منع في بيروت، كان سيشاهده 100 شخص في مهرجان، فإذا به يباع غدا في اليوم التالي 100,000 نسخة من الفيلم ووصل إلى كل البيوت. الرقابة أصبحت شيئا صحيح. يعني أنا أعتقد خارج الزمن صح. كل رقابة. ولكن سأقول لك أنني أنا لست خائفا على الإبداع، ربما أخاف على حياة المبدعين وعلى حريتهم، ولكن الإبداع سيظل موجودا. لاحظ السينما الإيرانية، السينما الإيرانية منذ منعت وصارت تراقب بشكل من بعد عصر خاتمي صارت أفلامها موجودة في العالم كله، وصارت أفلامها الإبداع الحقيقي وتحصد جوائز عالمية.
وتحصد جمهورا ايضا يعني، وهذا اهم بالنسبه لي من الجوائز. صحيح. جاليليو قال ذات يوم حين حكم من محاكم التفتيش، قال عن الشمس عن الارض ولكنها تدور، يعني مهما قيل ومهما كانت الرقابات ضده فانها تدور. فالابداع سيظل قادرا على العثور على طرق يصل بها الى المتفرجين وبحريته الكامله غالبا، انما مع ذكاء يعني وقدره، لانه المبدع الحقيقي ليس مبدعا يعني استراضيا يحب ان يستعرض الجنس او السياسه او شيء من هذا القبيل. المبدع الحقيقي هو الذي يعكس رايه في مجتمعه، وهذا الانسان ليس بحاجه لا الى رقابه لا الى وصايه ولا الى يعني. ابن رشد باقيا معنا حتى الان، طه حسين باقيا معنا حتى الان، الشيخ محمود عبد الرازق باقيا معنا حتى الان، والذين راقبوهم زالوا ولم يعد التاريخ يذكرهم على الاطلاق. وهذا يقيني الدائم وهذا شعوري الدائم، ولكني في الوقت نفسه لا اتحدث عن الحريه بالمعنى المطلق، فنحن يجب ان نتحدث مع مجتمعات انا اعتقد انها ناضجه برجال الدين او بدون رجال الدين. انا اعتقد ان نجيب محفوظ هو اعظم كاتب اسلامي قرات له في حياتي، رغم ان الاسلاميون حاولوا قتله والى اخره. وانا اعتقد ان الفن سيبقى، اما الرقباء مهما كان نوعهم سواء كانوا سياسيين او 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 او, أو دكتاتوريين. نعم. او دينيين. الحريه أو بالنسبه لك مطلقه ام مقيده، ام يجب ان يكون لها حدود محدوده ام مطلقه؟ لا، الحريه ينطلق يا عزيزتي، أنا لا أسمح بأي وصاية على الإنسان لا كمتلقي ولا كمبدع، ولكني أعتقد تماما أن الأفلام التي تسيء والروايات التي تسيء إلى المجتمع هذه تصنع أصلا لكي تضع ماء في طاحونة الرقباء. يعني عندما يعني التلفزيون اللبناني او غير اللبناني يري مشاهد عاريه والى اخره، فانه انما يخدم هؤلاء الرقباء. وانا اعتقد ان الفنان الحقيقي لا يمكن ان يخدم الرقباء ولا يمكن ان يخدم سوى وجدانه وضميره الحي. طيب. وانا اعتقد ان في امكاني ان اتكل على الوجدان الحي للمبدعين الحقيقيين ولا اصغي الى من يراقبهم، لان من يراقبهم سيموت هما كما يقول المثل الشهير. نعم، على امل مزيد من الحريات والابداع اختم هذه الحلقه، واشكرك استاذ إبراهيم العريس الكاتب والناقد كنت معنا من بيروت، وشكرا من القاهرة ضيوفي المخرج المصري المعروف الأستاذ داود عبد السيد والشيخ محمد الصياد. أشكركم وأتمنى لقاءكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.